شهد معالي محمد ابن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الدروس المستفادة من مكافحة العبوات الناسفة المبتكرة الذي يعقد تحت رعاية وزارة الدفاع وبالتعاون مع الهيئة الأمريكية لمكافحة العبوات الناسفة المبتكرة، ويستمر لمدة يومين في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي. حضر المؤتمر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني رميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار الضباط وأعضاء الملحقيات العسكرية في الدولة. وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن النجاح في عقد هذا المؤتمر بمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة وفي زمن قصير يعد تلبية ملحة لمتطلبات واحتياجات شعوبنا ودولنا جميعا، مشيرا إلى أنه من المهم أن نجتمع اليوم من أجل بلداننا ومن أجل الأبرياء الذين غالبا ما يذهبون ضحايا لهذه العبوات. وأوضح سعادته أن المؤتمر يركز على أخطر أسلحة الإرهابيين اليوم، حيث أصبحت العبوات الناسفة المبتكرة سلاحهم الرئيسي في القتل والتدمير والتأثير على المدنيين بإضعاف معنوياتهم ودفعهم لفقدان الثقة بقدرات حكوماتهم على حمايتهم. ولفت إلى أنه على مدار يومين متتاليين ستقدم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وجمهورية فرنسا وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة الدروس المستفادة من تجاربها في مكافحة هذه العبوات في أفغانستان والعراق وسوريا وأفريقيا وباكستان واليمن.